المحطة الطرقية ولات زيان، أكبر محطة للمسافرين في إفريقيا والمغرب، كتعرف إقبال كبير من طرف المسافرين هذه الأيام للراغبين في قضاء عيد الأضحى بين أحضان العائلة. لكل مسافر وجهته الخاصة، غير أن أمام هذا الإقبال على وسائل النقل العمومي كتعرف أثمان التذاكر ارتفاع ملحوظ، ويتم استغلال هذه المناسبة بطريقة بشعة. ثمن التذاكر كنا كنمشيو في زاكورا، الزاكورا ب 350 درهم 140 درهم، دابا كاينه 320 درهم. يومين هنا كنقلب على الترانسبور وما كاينش. جيت دابا قطع دابا قالوا لي 2200، وكنت كنمشي ب 50 درهم 60 درهم، دابا قالوا لي 2200. وصبرت دابا غنمشي مع ولادي، غنمشي عند ولادي نعيد مع ولادي وبخير وعلى خير. كان الصباح جيت كنقطع هنا الخريبكة كيقطعوا 30 درهم، قال لي لا سيدي 50 درهم ولا نزل. وبزاف الأثمنة هذه، ما زايدين حتى 100 درهم ولا 4 درهم ولا 5 درهم، بزاف الأثمنة القانون 50 درهم كلها، على خويا بقى سميتو 120 كيلومتر. ورقم الأسعار هنا كنا نجيبوا 30 درهم، كانت 25 درهم، قالوا 30 درهم قلنا معليش لأن زاد المازوت شي مشكل ما كاين، ولكن ملي قال 50 درهم راه ضاعفوا هذاك التذكيرة ديال السفر، بزاف على المواطنين كاع. حنا كنقول لك بأن دعموا هادشي ديال الكازوال بالنسبة لهاد الخطوط ديال الكيران والطاكسيات وسميتو، وين هو التدعيم؟ ما زعما زادوا راه ما زادوا، سمعوا المازوت زادوا فيه كاع، راه حلو هاد الناس هادو الفلان. الزيادة في أسعار التذاكر كبررها مهني القطاع إلى الرخص الاستثنائية اللي منحتها وزارة النقل لبعض الحافلات من أجل تخفيف الضغط عن خطوط اللي كتعرف اكتضاد. في الروتور وفي الألي ما كاينشي، كاين الكيران دابا اللي كيعملوا السوبليمات وداك الشيء راهم كيمشيو عامرا وكيجيو خاوين، كاين الناس هنا اللي كيستحق باش يخلص هذاك الشيء هذاك على 1000 فرانك ولا هذا كيزيدها باش يمشي على حساب الرجوع ديالو كيرجع خاوين. كتحط كزايدة 400 ولا 600 كتمشي كتحط كتجي خاوية، داك المازوت على حساب من ملي كيمشي من هنا لكادير الكاركو يخوي ويتم جاي خاوي ولاوي عليه من تما، شكون اللي يحسب ليه المصروف باش يمشي بالطريفه؟ الا مشى بالطريفه باش ما غايشي يطلع 4 دريال. ودابا كلشي وتا كلشي المازوت زاد، كلشي تزاد كيستافد منه كلشي. انا نقول لك كيفاش كيستافد منه، مول الكار الا مشى كيعاون المازوت ديالو اللي غادي يخسر فاش غايجي خاوي، وهذوك الناس كيمشيو عند والديهم وغيمشيو عند العائله ديالهم وكيدوزوا العيد بخير وعلى خير وكيجيو. الزيادات في الاسعار هي تختلف، عندها شقين، كاين واحد الشق الاول هو ان ملي كتكون الرحله استثنائيه كنقولوا حنايا هبده، الا كانت زياده تكون زياده معقوله وتكون في حدود 25% باش تؤدي التكاليف ديال الروتور ديال الحافله وفي حاله الفراغ. اما بالنسبه اللي كتستعمل الخطوط ديالها عاديا كان من الواجب ان تحافظ على الاثمنه اللي عندها في الخطوط ديالها، انك دير الخط طيله السنه. والزياده كاينه كذلك خارج على المحطه الطرقيه، كاين في 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 المكاتب التابعه لبعض الشركات ديال النقل، حتى هما كتكون عندهم زيادات، وزيادات اللي كتجاوز 25% اللي هي كيف كنقولوا حنا اللي كتادي التكاليف ديال الرجوع ديال الحافله فارغه. بالإضافة إلى غلاء ثمن التذاكر اللي كيدفع المواطن من جيبو كتعرف المحطة الطرقية ولات زيان، فوضى في التسيير ويشتكي المواطنين من غياب المراقبة وسوء التنظيم. نظام منعدم في خصوصا في المحطات يعني العشوائيه، فهمتي؟ ما كاينش واحد السيستم ماشي عليه، يعني ما كتلقى اي واحد كيبيع بثمن اللي بغى، فهمتي؟ هذا من جهه، ومن جهه ثانيه ان يعني البيرسون اللي خدام هنايا ما عندوش شي علاقه يعني مباشره مع المواطن، يعني ما كاينش هذاك الاسلوب ديال الحوار واسلوب يعني همج، فهمتي؟ بحال هكا مراقبه قدام الباب، فهمتي؟ كتخطى الباب كتدخل هنا كتولي في غابه، فهمتي؟ هذا من الاخر باش نكونوا واضحين. اما بمسائل اخرى ديال الامن هادشي كتشوف كيران، يعني كيران ما كاين لا فيزيت لا حتى شي حاجه، هادشي مساله غير قانونيه، فهمتي؟ التسائقين دايرين مشكل، حيت كاين واحد عنده اتساع فين بلاصه تنجو قدام هاد الكار بقى واقفين مربعين يدينا، خرج فلان ما مسوقكش هو ما كاينش هنا، راه حنا اللي خاصنا نتنظموا عادي تنوض السلطات هي غادي تتعاون معنا، حنا اللي ما منظميش ماشي السلطه اللي ما منظمناش. شكاوى المواطنين واسئلتهم وتذمراتهم نقلاتها شوف تيفي الى مدير المحطه الطرقيه ولاد زيان. من بين الاجراءات اللي تم اتخاذها على مستوى المحطه الطرقيه ولاد زيان السنه واللي تتصب في تسهيل الماموريه ديال المسافرين وتوفير الراحه والطمانينه لهم هو الرخص الاستثنائيه.
يعني هذه الرخص الاستثنائيه اللي كاينه لجنه خاصه تابعه لوزاره النقل تمنح الحافلات واللي تنعزوا بها الخطوط اللي تتعرف واحد الاكتظاظ. بالزياده الاسعار هناك يعني واحد مجموعه ديال المعطيات اللي خصنا ناخذها بعين الاعتبار. اولا هذه السنه ما كاينش زيادات اللي هي صاروخيه بحال السنوات الفارطه، لانه كاين اولا المحاربه ديال البعاع الجائلين، كاين الفرقه ديال المراقبه ديال الاسعار التابعه للعماله والمتواجده باستمرار هنا داخل المحطه، وكاين واحد المعطى هو انه بالنسبه للحافلات اللي تاخذ رخص استثنائيه عندها الحق انها تمشي مملوءه من الدار البيضاء، ولكن يمنع عليها انها تجي مملوءه من الوجهات الاخرى، يعني تتمشي مملوءه وتتجي فارغه، الشيء اللي تيجبر هذوك يعني ارباب النقل انهم يزيدوا. هذه السنه هذا احنا يعني حاولنا نحسوهم وتكلمنا معاهم باش ما تكونش زياده صاروخيه، يعني انه يزيد الانسان 10 دراهم 15 20 درهم ما كاين مشكل، تيقدر المسافر يتحملها، ولكن اكثر من هذا تيولي. ولكن على كل حال اي مسافر اللي جات تشكى الفرق ديال المراقبه ديال الاسعار راه تتخذ الشكايه ديالو بعين الاعتبار وتيوقف حتى تيحرروا ليه المحضر.